السلام عليكم، شلون الشباب؟ وياكم كابتن رسول، وهذا المقطع كيف تنشئ حساب اكس بوكس طبعا خاص بماينكرافت بدون ما تسجل، عفوا بدون ما تدخل رمز او كلمه مرور، يعني تجيك برساله. طبعا اللي ما يعرفاني سويت هواي مقاطع عن هذا الموضوع، عن انشاء الحساب او طريقه انشاء الحساب، وابد ما يعني طرقت الشي سالفه انه انتظر رمز او يجيني رمز برسالة وأسجل، يعني أدخل الرمز. لا، هي مجرد رسم قدامك يطلع، ويعني حروف وأرقام تكتبها وتتمكن يعني من إنشاء الحساب وينجح. فراح أشوفكم حاليا بهذا المقطع أيضا يعني طريقة إنشاء الحساب بالآونة الأخيرة، اللي نسوي تحديث بطريقة إنشاء الحساب أو طريقة تسجيل الدخول، يعني صارت أسهل وأبسط من قبل. فيعني مجرد حل أو رد على الأسئلة، بعض الأسئلة وأغلب الأسئلة يعني تجيني على هذه الفقرة، اللي هي ننتظر حساب لو يقول لي يطلب من عندي حساب. يعني الحل بهذا الفيديو إن شاء الله تتمكن من إنشاء الحساب. فالمهم بدون ما أطول عليكم، نضغط ساين إن، يعني خطوات تتمنى تركز بيها وتنتبه اللي راح أسويه واللي يعني يتطبق بهذه الخطوات. تمام، هسه أول نقطة أو أول خطوة، يعني مع والدين شايف راح مع والدي لك عبد الله ما يسمع. المهم عيني، فساين ان اول خطوه، ننتظر الانترنت. طبعا من حاليا يعني طبعا من هسه اقول لكم الانترنت تعبان عندي، فيعني نتمنى انه الانتظار. والمهم اي هسه ننتظر على ساين ان. طبعا صار عندنا خطوتين، الاولى دزنا شنو دزنا على ساين ان من اللعبه، وهسه دخلنا على الموقع ايضا ضغطنا ساين ان، معناها تسجيل الدخول. هسه شي يقول لي سجل الايميل او رقم هاتف او سكايب ما ادري شنو. احنا هنا ما له دخل على الخطوات، نركز اللي راح ادوسهم، يعني اتمنى تركز. المهم فنضغط كرييت وان، اللي هو هذا الكتابه الزرقاء. لكن اليوم تسالني تقول شنو كتابه زرقاء، شنو كتابه زرقاء؟ هو مجرد يعني تضغطين زر تضغطين عليها. المهم فنضغط كرييت وان. شنو يعني كرييت وان؟ معناها يعني صنع حساب، يعني صنع حساب خاص بهذه المايكروسوفت. المهم فهنا ايش راح يطلع لنا؟ يقول لك سجل، يعني يعطيك اكزامبل على الايميل او مدري شنو. فاحنا نضغط الخيار الثاني اللي هو مو يوز فون نمبر انستيد، لا نضغط جيت ا نيو ايميل ادريس. تمام، طبعا جاي لها ثاني ما ادري ايش بيه، فنضغط جيت ا نيو ايميل ادريس. طيب طلع لي ايضا هذه، هسه هذه الصيغة اللي هي outlook.com والhotmail.com. طبعا هي ماكو فرق، يعني يا هو الدخلة ما يخالف الدخلة شنو عيني. المهم نرجع لموضوعنا نيو ايميل. هسه هنا ايش راح نسوي؟ هنا راح شوي نعتمد على نفسنا، يعني مو كلنا ندوس ومدري شنو. لا هسه هنا نسوي نيو ايميل. طبعا حساباتي كلها طلعت قدامكم فضيحة. اوكي هنا نسجل يعني ارقام من عندنا او احرف العفو، يعني مثلا هيك كيو دبليو ما ادري شنو، نخلص هيك عليهم ارقام واحرف او هيك يسوي 24 outlook.com. طيب ها بعد اوه شنو هاي؟ اوكي عبرنا مساله او فقره الايميل. هسه على الباسورد، طبعا هو طفرني، خلينا نرجع لكم حتى. تمام هذه outlook.com مدري شنو، نضغط نيكست. بعد ما كملت تسجيل الدخول يعني من الحساب، انشأت حساب هذا، نضغط نيكست. تمام اوكي هسه هنا أنا شنو، هسه ندخل الرمز الخاص، يعني قبل شوي دخلت الايميل يعني من بالي مو حساب قديم عندي. اتمنى تركزون بهذه الفقرة ايضا، يعني بحيث هو من بالك تكتبه يعني من واقع الحدث، ما ادري من قلب الحدث. المهم فهسه هنا الباسورد، يعني اذا ايميل تكتب ايميل غير باسورد همينه، فنسجل الباسورد ايضا همينه عشوائي 90 مثلا 50 70 @gmail.com. المهم نضغط شو باسورد ذا يشوفها و يعني توافق على الشروط والمدري شنو واللايسنز والبرايفسي. المهم نضغط نيكست. ها هسه ايش طلع عندنا؟
يقول لك سجل الكاونتري والريجن. الريجن اللي هو الدولة اللي تعايش بيها، عراق عراق، مصر مصر، المهم مكان انت عايش تسجل الدولة اللي عايش بيها او جنسيتك، بس المهم تسجل اي شيء. تمام، هسه يقول لك المواليد، طبعا اتمنى يكون الصوت واضح اذا يعني بمسر جحمة. اي date of birth اللي هو يعني اليوم اللي انخلقت بيه، عيني الشهر جانوري الير 2004، من مواليد 2004، هذه الشخصية اللي جاي نحكي عليها. اوكي هسه هسه جاي نكمل الخطوات، جاي نحمل. طبعا هذا بالجد التحديث الجديد كلش حلوة، يعني الفقرة والفقرة يعني هو صارت اسهل واسرع. هسه يقول لك please solve the puzzle so we know you are not a robot. او ماي جاش، نضغط next. ها صارت افضل. يعني تتذكرون قبل شوي قلت لكم رموز وارقام، يعني احرف وارقام، هسه لا بالعكس، هسه صارت بس تسوي هذا عدل. ها شوي هيك معاود، خلينا نفرها بالعكس، هاي بس مجرد على مود معاود، بس حتى يتأكد منك انه انت لست بروبوت. بالعكس نسوي هيجي، تمام اوكي، هذا هيجي، تمام تمام اوكي، بقى شوية منه. شفت شلون جود؟ 38 ثانية استغرقت بهذه العملية، يعني صارت ابسط وافضل. هسه شو نسوي؟ شنو ها هي؟ نضغط على الصح، نضغط على العلامة الصح اللي قبل شوي شفتوها الزرقاء. تمام هسه يقول لي مايكروسوفت اكونت كونكتينج. حلو، هسه نشوف بعد ايش عندنا من خطوات. اوكي تمام يا شباب تمام. هسه طلع لي الصور والجيمر تاج وما ادري شنو. هنا انتم بعد ما يعني ما يصير عندكم صعوبة، يعني بسهولة تقدرون. شوف هسه حتى الجيمر تاج يطلع لك عشوائي. انا مثلا اختار يعني هذا، والصورة خلي هاي. تمام Let's go. حلو، يعني هاي مجرد الجيمر تاج تقدر تسجله، وايضا الصورة تخلي صورة الملف الشخصي الخاصة بالحساب، حساب اكس بوكس. فيعني بسيطة ولذيذة وكل شيء ما يراد لها، مجرد خطوات تركز بيها. واتمنى يعني ان شاء الله ما حد يعاني من اي مشكلة او يواجه اي مشكلة، وايضا اذا واجهت اكتب بالتعليقات وان شاء الله اجاوب عليك، ويعني اساعدك، واحتمال حتى اسوي مقطع على استفسارك. وهسه حاليا جاي اسوي كونكتنج، يعني جاي ينشئ يكمل الحساب يعني على الانترنت، ويعني سلكيا ولا شيء، جاي مضغطان كافي. المهم اوكي بيتا شنو تحميل، اعتقد هاي شوي تتعلق بالانترنت، فانشاء حساب يعني تيادي ياخذ وقت، فنحن ننطي راحته ونخليه. اوكي حلو، هسه بس ننتظر شويه، ننتظر قليلا بضع. كلش يعني هسه انا حتى ما قصيت قدامكم، كل جاي يصير يعني حتى المقطع ما راح منتجه، قبل اصور منه انشر منه لغرض المصداقية لا أكثر. تمام هسه هذا المعرض اللي يسموه هو الجيمر تاج قدامكم، هذا اختاريته قبل شوية عشوائي، ما يعني مجرد تجربة، أنا ما أريد أسجل اسمي وأكتب من شنو وصورة همينة، كله قدامكم. هذا جيمر تاج عشوائي سيريز من شنو فرايم 990,049، مو يا 90,049 كافي فضحتنا من الرياضيات. المهم هسه هذا المعرف من شنو الريد ويمبل، ها السيرفرز بالنسبه للجماعه السيرفرات اللي يدورون سيرفرات، هذا اللي يقول لي طب سيرفر يطلعني ما ادري شنو، ادخل على هاي اللي تطلع يطلعني للعبه ما افتهم يعني. المهم فهسه هذا كله قدامكم، لايف بوت ذا هايف، يعني تقدر تجربه انت بنفسك، تسوي الحساب. هسه 9 سيرفرات موجوده يقول لك مفتوحه. انا صراحه ما يعني العب، انا صراحة ما العب شو اسمها هي ماينكرافت، فيعني اللي يحب يتصفح ويلعب هاي بيد وورز، اعتقد هاي حرب ولا سرة يعني. ولاكي بلوك، لاكي بلوك يعني
سكاي وورز هاي اعرفها اعتقد، شنو اعتقد هي معود. المهم سيرفايفل مود، سيرفايفل مود والله مبين حلو هذا، سكرين شوت من شنو. المهم فيعني ما اطول عليكم، ها هي وصلنا نهايه المقطع، اتمنى تكون استفاديت ولو بشيء بسيط. يا رب يعني تكون يعني الطريقه نجحت وياك، و وهاي خلينا نشوف بلا سيرفرات مرت اللخ. جالاكسايت كيوب كرافت لايف بوت ذا هاي فايك، طبعا تعرفوا هذا يعني تلعب من لاعبين ماينكرافت، فهاي يقول لك اد سيرفر هم اظن يعني تضيف سيرفر بحال صور جاي حلوه، وجوين سيرفر تقدر تجون على سيرفر. فبس ها هي ثمان. لا اخوكم كابتن رسول، ام اوت.